تعد مفترقات الطرق في كاباو نقاطا تجارية مهمة لكافة المتاجرين من طرابلس إلى جبل نفوسا ومدينة غدامس مرورا بكافة المدن وصولا إلى المعبر الحدودي وازن. هنا حيث تنشط الحركة التجارية منذ سنوات حتى أصبحت محط رحال الشاحنات التجارية، ما ساعد رجال الأعمال على إنشاء فندق يقصده أصحاب الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى محلات السلع الغذائية وخدمات السيارات ومحلات بيع مواد البناء ومحال جديدة تحت الإنشاء مخصصة لتجارة الملابس. عوامل عدة تؤثر على تجار المنطقة، من بينها نقص الوقود الذي يقصدون طرابلس على بعد 250 كيلومترا في أغلب الأحيان لتوفير السلع. الفترة هذه لاحظنا أن فيه شوية نزول في السلع الغذائية، يعني لكن عندنا مشكلة نعاني منها، ما زال مشكلة البنزين والمشكلة يعني العامة الوقود. الأسعار ما عادش زي قبل، بترتفع ولا بتنزل، الأسعار شبه ثابتة حاليا، وبنقول لك يعني على النقل يعني معقولة، يعني اللي بتخلي المواطن يعني ما يتحملش الأسعار هي كلها. النقل من طرابلس لكابو ترتفع شوية. الحدود التونسية تبعد 120 كيلومترا وهي المصدر الثاني للتجار للحصول على السلع الغذائية، حيث تعد المسافة أقل من الوصول إلى طرابلس بكثير، ويزيد النشاط بين تجار المدينة والتجار التونسيين الموردين للسلع يومي السبت والأحد اللذين تشهد فيهما المدينة والسوق الشعبي.